توقعات برج الجدي شهر أبريل نيسان 2021. يتنبأ بشهر مليء بالمشاكل حتى 19 من الشهر بسبب الجوانب النجمية. بعد ذلك يمكنك أن تتوقع استعادة السلام وحياة الحب الرائعة. تتمتع شخصية الجدي بدعم الكواكب للتغلب على العقبات الأولية. سوف يمنحك كوكب المريخ الديناميكية المطلوبة لأنشطتك هذا الشهر. وكن مستعدا لمواجهة الاضطرابات في حياتك المهنية وشؤون الأسرة. الشهر أيضا ليس مناسبا لارتباطات السفر والآفاق التعليمية والأنشطة المالية. التوقعات العاطفية: تشير التوقعات إن تجذب المشاكل العائلية انتباهك خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، لكن الشغف سوف يسيطر على حياتك بعد ذلك في انفجار كامل، وقد حان الوقت للاستمتاع. وسيكون توافق الجدي تحت الضغط لأنك مشغول بارتباطات أخرى، ومع ذلك يتحسن الوضع بعد اليوم 20، وسيكون الحب رومانسيا وحسيا للغاية. يمكنك التفكير في إنجاب طفل إذا كنت تخطط لذلك. ويجب أن يتحلى العزاب بمرونة عالية في علاقتهم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر. بعد ذلك سيكون لديك فرص جيدة جدا لعلاقات عاطفية للغاية. توقعات العائلية: لا تبشر التوقعات بأوقات متناغمة للبيئة الأسرية. ستكون العلاقة مع كبار أفراد الأسرة مرهقة للغاية، وتتطلب كل صبرك للحفاظ على علاقات جيدة. حتى لو لم يحدث ذلك، ستكون هناك صراعات وسوء تفاهم في البيئة الأسرية، وسيتأثر الأطفال سلبا بكل هذه الاضطرابات، وسيواجهون مشاكل في حياتهم الأكاديمية، كما أن سلوكهم سيخلق مشاكل لكبار السن. لذلك يجب أن تشرف عن أنشطتهم بعناية وتوجههم بشكل صحيح. توقعات الصحية: تتنبأ بظروف صحية رائعة نظرا لأن النجوم مواتية، فمن غير المحتمل أن تكون هناك مشكلات صحية خطيرة، وأي مشاكل صحية قد تظهر يمكن علاجها من خلال العناية الطبية الفورية. بسبب صحتك الممتازة ستكون تصرفاتك سعيدة أيضا. يجب أن تجعلها نقطة خالية من التوتر. من خلال جدولة أنشطتك ستعزز اللياقة البدنية والعادات الغذائية المنتظمة من آفاق صحتك.
التوقعات المهنية تشير أن الجوانب الكوكبية ليست بوادية للنمو المهني. لا تكاد تكون البيئة في مكان العمل ممتعة، وسيكون هناك سوء تفاهم مع الإدارة وكذلك الزملاء. يصبح من الصعب جدا إكمال أهدافك. ستعمل بجد، لكن النتائج لن تأتي حتى جهات الاتصال الاجتماعية الخاصة بك لن تكون مفيدة في تعزيز تقدمك الوظيفي. التوقعات المالية ليست موادية للغاية لرجال الأعمال والتجارة. لن يكون الدخل كافيا للوفاء بالنفقات. إذا كنت تتعامل مع الأسهم فيجب أن تكون مستعدا لتكبد خسائر فادحة. سيفشل المصدرون في الاستفادة من أنشطتهم، بينما يفشل الكتاب والفنانون في جني أموال كافية. نظرا لأن المواقف الكوكبية ليست موادية، يجب عليك التوقف عن بدء أنشطة تجارية جديدة. قد لا يكون لديك فائض من المال للاستثمار، وحتى إذا استثمرت فستكون العوائد ضئيلة. توقعات التعليم. التوقعات ليست مشجعة على الإطلاق. قد لا تحقق كل جهودك للنجاح في الامتحانات النجاح المنشود، وسيتعين على طلاب الهندسة دراسة المزيد لمواكبة الدراسات، وسيواجه طلاب التجارة صعوبات في دراستهم، وسيتطلب أولئك الذين يظهرون في الاختبارات التنافسية وامتحانات القبول مزيدا من التعليمات بالإضافة إلى الجهد. توقعات السفر. لا تبشر بالخير لأنشطة السفر. لا يمكن تجنب السفر، وسيكون هناك سفر داخلي وخارجي، لكن النتائج هذه الجولات مشكوك فيها. رجال الأعمال والمصدرين ومنظمي الرحلات سوف يتأثرون سلبا، ولن تكون الرحلات الممتعة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة. سيكون من الحكمة الحد من رحلاتك إلى الحد الأدنى. أرقام مهمة لبرج الجدي 4-6-8. تواريخ مهمة لبرج الجدي 2-19-23-28-29. وأخيراً، يمكن في منتصف الشهر سيتم دعم خططك وخططك الشخصية من قبل شخص ولد تحت علامة الميزان.